29/6/2014 أول هجوم تحرير البشير استشهد ابني مصطفى. أول ساعات الشهادة ابني يعني هسه افتهمت شنو معنى الجملة سيدتنا زينب سلام الله عليها ما رأيت إلا جميلة. مصطفى قال بيوم الاثنين كان آخر امتحان إله. أنا قلت له يعني قلت له ماما يعني ليش تستعجل هو الجهات كفائي بعد. قال ماما وين بيا منطقة عندنا جهات كفائي كله صاير جهاد عيني لأنه داعش يتقدم بشكل فظيع. بعد ودعنا على رجله يعني أصلاً ما جلس وجنطة كان حاضر حتى عندما يروح يقول كرار كان نايم فأخذت كرار بحضني ركضت ورا قلت مصطفى حتى كرار ما قبلته أنت تدري وين تروح؟ رجع يعني بدون ما يباع لنا بس قبل كرار وراح. إذا رجوعه خدمة للإسلام إن شاء الله يرجع وإذا شهادته خدمة للإسلام إن شاء الله يستشهد. اسمي كرار واسم أبويا الشهيد مصطفى حسن شاكر. لما أبويا مات كان عمري شهرين بس ما كنت أعرف شنو صاير أصلاً. أول ما صار عمري هفت 4 سنين أو 3 سنين ما أدري إجي له هاي المدينة يعني بالبداية أصلاً ما كنت أعرف داعش وشنو سوى أصلاً لا كنت أعرفهم ولا شيء بس بعدها بعد ما شفت المدارس وهاي الأشياء وخبرونا أهلي شوية عنهم عرفت داعش كل هذا بسبب صار. بعد ما دخلوا داعش بعد ما كملوا الحرب وابويا وهذول المجاهدين اول ما استشهدوا يعني المدارس كلها والبيوت كانت تقريبا صحراء ماكو شيء بيوت متفجرة مثل القرى الفقيرة بشير بالكامل انفجرت يعني ما بقى بيها شيء. من باقي هسه لحد هسه البيوت ماخذة طلقات وآثارها لحد هسه ما موجودة. مدرستنا بعد ما اجت داعش اصلا ما في جزء منه متبقي والكتب كلها طلقات ما متبقي منها جزء كلها مرميه بعضها منحرقه بعضها بيها طلقات بعضها متفجره. الرحلات أصلاً ما كانت موجودة يعني متكسرة كسر صار حجارة تقريباً وصبورة أصلاً رايحة كم طلقة بيها ودمها من موجود كأنها أصلاً ماكو مدرسة هنا يعني ما من برية. كل المجاهدين والشهداء راحوا
يقاتلون هذول، وبعد شوي استجدوا وماتوا. وبعد ما راح داعش شوي تطورنا، فتسنة سنتين تطورنا بالكامل، بنينا بيوت وكل شي سويناها، وحتى بدينا زراعة حتى نتطور ونصير مدينة قوية. المدارس مين رجعتهم؟ المجاهدين اللي ما استشهدوا، يعني بعضهم ما استشهدوا فرجعوها، وبعض العاملين همين اجوا يبنون المدارس. الرحلات كانت بس حديد، ماكو خشب، كلها صارت خشب وحديد، وصارت مدارس بعد تمشي. أبويا والشهداء استشهدوا من أجلنا، حتى بس نروح على المدرسة ونعود نشتغل ونرفع الكتابة علينا. هذا الحلم تكرر 3 مرات ونفس التفاصيل ونفس الكلمات، واللي هو كنا داخل الإمام، ما أدري أي إمام كان، وكان بالبشير، وفجأة سمعنا صوت انفجار. وطلعنا برا شفنا المكان كله يتفجر، وتفجر ما أدري وين، أخذونا هيك محل وانتهى الحلم. يعني على الأقل شفته، شفت 2 شهر على الأقل، وبعد ما شفته. أذكره بس يعني ما أذكر صوته، بس اللي أعرف شكله وملامحه. كل مرة أروح على أي مكان يخص أهلي أو عشيرتي يشوف صورة أبوي وأعرف وجهه من أولها، حتى بعض المجالس أروح إليها أشوف أبويا أخليه صورته. بس يعني مرة هسه حكيت، مرة رحت عند أبويا بكيت عليه، بعدها بس استقيت وروحنا. هو حلم عصري يعني ما أتوقع يتحقق، بس تمنيته يصير. هو أنا يصير ممثل تركماني بهيك حرب، يعني يقول عن أبويا، يتحدث عن شنو صار بيهم،
شلون عادت هاي المدينة؟ هم أبطال، لولا وجودهم إحنا ما كنا هنا. مو بس أبطال، أبطال ودونهم أصلاً إحنا ما كنا موجودين. أصلاً هذا المكان اللي أنا قاعد بيه كانت كلها صحراء، بس لا زرع ولا طير. لو ما هم أصلاً هاي المدينة ماكو اسم لها، لا اسم لها ولا حتى يعني ما يبقى بيها شيء. عازم قال لي ليش مرة؟ والله ابن مرة يا عم باخم سنة من النجي قلهم يا عم قل در باخم قل در مالي ها ايش تمن وانكرة بدون سبب ايش تمن ايه مو تقولون اللي احكي اللي تريده اي ما عندي تسألوني اجاوب شلون ايه اول شيء شفت برامج الكرتون كتير عربيه يعني كلها عربيه واهم شيء شفت اليوتيوب كله عربي وتعلمت شنو احكي شنو اقول يعني إيه قول بالعربي وانا ترجمه بالترجماني بس برا ما اخذك برا ما اوترت ما اخذك سلام والله كمسة دماتنا؟ كمسة سلام إمام عالم إمام عالم